صباح الخير لكل السرياليين حول العالم. انا معكم اسماعيل وزوجتي صباح الخير رهف. طبعا نحط الهلمت لانه عم سوق السكوتر ورايحين على مشروع نيوكمر كيتشن. هذا المشروع كنا نحن انا وزوجتي من المؤسسين الاوائل او اللي كنا حطينا حجر الاساس بهذا المشروع. هو مشروع ومبادره كثير كثير حلوه، عطت فرصه لاكثر من 60 عائله سوريه واكثر من 60 ست سوريه شاركوا بهذا المشروع هون بتورونتو بكندا. طبعا فكره هاي المشروع مش بس طبخ، فهي طبخ وقصه وغنيه. فهلا رايحين لهنيك وبعد شوي رح تشوفوا الكمالي. باي باي. ريحة أراضينا يا رئيس عم بدنا طريقنا على المطبخ. هي شوي فكرة صغيرة عن شوارع تورونتو. يا رئيس عم بدنا جينا يا رئيس امشي وتربينا يا رئيس من مينا المينا يا رئيس ريحة أراضينا. وهي وصلنا على المطبخ. هذا هو المطبخ. هذا هو المشروع. طبعا ايه وشو اليوم رح نعمل؟ نحن بلشنا نطبخ اليوم. أوكي. طبختنا طبعا نحن كل يوم خميس نطبخ طبخه سوريه، فطبختنا لحد اليوم رح تكون كبسه وبجنبها سلطه دائما سلطه اليوم هي الشمندر، ورح نطبخ رح نعمل كمان حلو اللي هي اللزقيات. اللزقيات هي من وين؟ من السويدة تحديدا. هاي أكلة حلو من السويدة تحديدا. طبعا كل يوم خميس هي المبادرة، كل يوم once a week المبادرة هي كل يوم خميس. صبايا بيطبخوا ويعملوا أكل سوري بجنن، وبنباع عن طريق الويب سايت Newcomer Kitchen. فرجاء كمان رجعوا تابعونا على الويب سايت هذا على الفيسبوك وويب سايت، لأن راح تلاقوا كل أخبار السوريين يلي مشاركين بهذا المشروع تقريبا فوق 60 عائلة. بتلاقوها على الويب سايت ودائما بتلاقوا الطبخات وكل شيء جديد بنعمل من أكل سوري. تحياتي على نيوكمر كيتشن. تحياتي لكم جميعا ومحبتنا من تورونتو كندا. باي باي.